يعني دايما بقول ان محمد حفظي ليه دور مهم جدا 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 في تواجد الافلام المصريه في كل المهرجانات، لانه بيهتم بصناعه افلام تشارك في المهرجانات سواء العالميه او المصريه او العربيه. ودايما انا بقول ان الفتره الاخيره كان كل المهرجانات اللي بنحضرها كانت المهرجانات الافلام من انتاج محمد حفظي. طبعا كلنا اتاثرنا ان فيلم منى زكي مش موجود النهارده في مهرجان، لان ده كان هيبقى الفيلم المصري الوحيد اللي بيشارك في المسابقه الرسميه، ودلوقتي مصر خرجت من المنافسه، فاكيد الموضوع ده شويه. هو اكيد كنت اتمنى ان الفيلم يتعرض، بس انا الاهم ان هو يتعرض لما يكون خالص يعني، او لما يكون في شكله النهائي يعني. مش عايزين نعرض فيلم هو لسه فيه امكانيه ان يتعدل فيه حاجه، او ان يحصل فيه تغيير في المونتاج، او اي حاجه تتغير في الفيلم. احنا عايزين نعرض الفيلم بالشكل النهائي بتاعه، فبالتالي الاهم بالنسبه لي ان الفيلم يتعرض في ظروف صح يعني، يكون بشكله النهائي، يتعرض في مهرجان كويس، او حتى لو اتعرض عرض تجاري مباشره يبقى بشكل كويس وبتسويق كويس وناخد فرصته الكامله يعني. فلا يعني اكيد كان نفسي يبقى فيه لمصر فيلم في المسابقه الدوليه طبعا، اكيد ده شيء يهمني. واحنا يعني كل سنه بنبقى موجودين يعني، السنه اللي فاتت كنا موجودين في بكون حريص بك اكتر من فيلم. السنه اللي فاتت صحيح في فيلم منهم ما تعرضش لظروف برضه سياسيه وكده، بس مش مصري يعني، كان فيلم انت عارفه يعني اللي هو اميره دياب بتاع محمد دياب. انما يعني السنه دي كان نفسنا يبقى فيه فيلم مصري فعلا، لكن معلش ظروف كده، الفيلم محتاج وقت، والوقت ده ان شاء الله يكون لصالح الفيلم في الاخر يعني. احنا يهمنا ان حتى لو فيلم واحد لازم يكون الفيلم الجوده فيه عاليه، لان في النهايه احنا عايزين صوره مصر دايما وافلامها. اديك شفت بعد 50 سنه اتعرض زوزو بيحتفلوا بيه في المهرجان، والجمهور كان ما فيش مكان الناس تقعد من اهتمامها وحضورها، وايضا فيلم الاختيار ليوسف شاهين. فالسينما المصرية هي الأكثر مشاهدة على مستوى العالم طبعا. وانا زي ما حضرتك بتقولي الفيلم في الاخر مهم يعيش يعني، ممكن يتعرض السنه دي بس يكون لسه مش جاهز. وسبب التاخير كلنا يعني مش سر، سبب التاخير كان في ملاحظات رقابيه على الفيلم، حاجات بسيطه جدا اضطرتنا ان احنا نرجع تاني نتناقش في المونتاج، فده واخد وقت اكتر، وعشان كده يعني تم تاجيل الفيلم. عشان كده حتى لم يعلن عنه في المؤتمر الصحفي، لو تلاحظي ان الفيلم حتى ما كانش يعني المهرجان لم يعلن عنه في برنامجه الرسمي او في المؤتمر الصحفي، فبالتالي ده معناه ان احنا خدنا قرار حتى من قبل المؤتمر الصحفي، ما كانش فجاه قبل المهرجان بايام يعني. بس انما الحمد لله السينما المصريه يعني السنه الجايه انا متوقع انها هتبقى متواجده في مهرجانات كتير، والاهم من كده ان الجمهور المصري والجمهور العربي ان شاء الله هي يعني، لو نتكلم على السعوديه مثلا، احنا شايفين كم الافلام المصريه اللي متصدره ايرادات شبكه التذاكر في السعوديه، وده شيء ايجابي جدا. نتمنى طبعا يبقى دايما في ارتقاء بمستوى الافلام، وان يبقى في تنوع يعني، مش عايزين برضو ان يبقى كل الافلام اللي بتنجح هنا من لون واحد او نوع واحد اللي هو الافلام الكوميدي بس، لا احنا عايزين نعود الجمهور العربي الجمهور المصري ان احنا نقدر نعمل افلام انواع مختلفه باتقان، وتنافس انتاج عالمي، وتنافس هوليوود، وتنافس يعني حتى السينما السعوديه. على فكره انا يعني متوقع ان يبقى ليها مستقبل مع الجمهور السعودي، لان يمكن التجارب اللي حصلت لحد دلوقتي هي كلها يمكن عروض في مهرجانات، انما العروض اللي في دور العرض او العروض في السينما كانت مش ناجحه قوي يعني، كان الفيلم بينزل يقعد اسبوع يقعد اسبوعين باستثناء يمكن فيلم او اتنين. بس انا متوقع ان ده يتغير برضو مع السنين الجايه، ومع كم المجهود وكم الدعم اللي بيتحط في يعني دعم السينما السعوديه والارتقاء بالسينما السعوديه. ففي فرصه للتعاون هنا من خلال المهرجانات زي دي، ومصر هيفضل اكيد ليها مكان كبير جدا في يعني، سواء في دور العرض او في المهرجانات او على المستوى العربي كله يعني.